أكد وزير البترول طارق الملا في تصريحات الأونلاين أنه قد تم تحقيق معدل عالمي في اكتشافات الغاز والبترول في العمل بحقل ظهر، حيث استغرقت فترة العمل منذ هذا الاكتشاف وحتى بدأ الإنتاج والتشغيل التجريبي 30 شهرا فقط. أنا عايز أقول إن إحنا الحمد لله مع بداية التشغيل التجريبي لهذا الحقل وهذا الإنتاج منذ مساء أو الأمس، نقدر نقول إن إحنا النهاردة بدأنا نحقق فعلا الحقيقة، وهي تحقيق تاريخ محدد لبدء أو بداية الضخ للغاز، وده يعتبر من منذ الكشف، وكشف أعلن في أغسطس 2015، يبقى نقدر نقول إن إحنا النهاردة بنتكلم في حوالي أقل من 30 شهر من الكشف لغاية الإنتاج، يبقى ده يعتبر معدل عالمي. كانت كل الشركات وكل الجهات العلمية بتتحدى ان ممكن يكون مثل هذا التاريخ يمكن تحقيقه، فاحنا النهاردة بنتكلم في 28 شهر انجاز تم تحقيقه. انا بقى اللي احنا نفتخر به بصفتي النهاردة كوزير للبترول المصري، بأن أنا بقول أنه هذا الرقم العالمي تم تحقيقه في مصر على الأرض المصرية وبأيادي مصرية. وأضاف الملا أن المرحلة الأولى من الإنتاج تشمل إنتاج 350 مليون قدم مكعب في اليوم، وهو جزء من المرحلة الأولى التي تقدر بمليار قدم مكعب وتمثل 20% من إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي. المرحلة الأولى اللي احنا بنتكلم عليها عبارة عن 350 مليون قدم مكعب في اليوم، ودي الكمية الخاصة بالجزء أو باكورة الإنتاج من المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى كلها هتبقى أكتر من مليار قدم مكعب في اليوم. المليار قدم مكعب في اليوم دول نقدر نقول إن هو يوازي حوالي 20% من إنتاج مصر الحالي، ونقدر نقول إن ده مع دخولنا على منتصف العام وبعدين انتهائنا من هذه المرحلة الأولى مباشرة هنبدأ في المرحلة الثانية التي هتاخدنا من منتصف 2018 إلى قبل نهاية 2019 إن شاء الله، علشان تنقلنا بقى إلى المستوى النهائي للإنتاج لهذا الحقل اللي هو 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم.